الأساسية اللي هي خارجة من الجهة المنظمة اللي هي نقابة المهن التمثيلية. في الفترات الأخيرة دكتور أشرف زكي كان بيجتمع دايماً بالفنانين، كل شهر كان عندنا اجتماع بنتكلم فيه كلنا عن مشاكلنا وإيه اللي احنا محتاجينه كفنانين وإيه المفروض نعمله. وفعلاً خرجنا بمجموعة من الأمال والطموحات، كان من ضمنهم هذا المهرجان، إن احنا يكون عندنا جهة رسمية تمثل الدولة، تمثل مصر، بتكرم الفنانين على أعمالهم من السنة للسنة. المهرجان في البداية كنا هنعمله عن كل أعمال طول السنة، بس طبعا لقينا ان صعب جدا ان اللجنة انها تتفرج على اعمال طول السنة، خصوصا المسلسل بيبقى 30 حلقة، فالموضوع كان صعب جدا. فقلنا السنة دي هنطلع بس بمسلسلات رمضان علشان تقدر اللجنة تلحق تتفرج على المسلسلات وما يبقاش العمل شاق بالنسبة لها. طموحاتنا كانت كبيرة اكبر من كده بكتير على فكرة في اول سنة، بس قلنا ان احنا نطلع بشكل احسن ومنظم على مستوى اصغر لغايه ما نطمئن ان احنا خطواتنا ثابته وعملناها بشكل صح، وبعد كده هيحصل توسع المهرجان بما فيهم زي ما دكتور يحيى الفخراني ودكتور اشرف زكي قالوا ان فيما بعد هيكون فيه مشاركات من المسلسلات من خارج مصر، سواء من الخليج او من دول الشام اللي هي بيروت سوريا او من شمال افريقيا اللي هي تونس والمغرب. فقلنا كل ده هيدخل، بس احنا اول سنه كان صعب قوي نحط كل الكم ده من المسلسلات وكل اللجنه تتفرج على العدد ده، لان المسلسل مش زي الفيلم ساعه ونص، المسلسل بيدخل 16 و17 ساعه، فكان صعب جدا ومجهد جدا والفتره كانت قليله جدا. فده الموضوع. طموحاتنا كبيره جدا في المهرجان، بشكركم جدا لدعمكم واهتمامكم، لان ده مهرجان يعتبر مهرجان الدوله، مهرجان جمهوريه مصر العربيه، بيكلم الدراما المصريه الرائده، واحنا لازم نرجع نستمد ده لاسباب ان انتم عارفين الفتره الاخيره حصل انفتاح كبير جدا للدراما والانتاج الدرامي والمنافسه بقت غير طبيعيه، واحنا كمان عندنا اعمال مميزه بس عايزين نظهر بيها. مش معنى كده ان احنا بس هنكرم المصريين، لا، هيبقى في اعمال وفي مفاجات كتيره، يعني احنا مش بس اعمال وهنكرم فنانين من خارج مصر، مش بس اعمال مصريه وفنانين، هيبقى في موضوع متوسع جدا، في افكار كتيره محطوطه هتتفاجئوا بيها برده فعلا في الفعاليات بتاعه المهرجان ان شاء الله في شهر 9. بس دي الخطوات الاولى اللي احنا بنعلن فيها النهارده، بس احنا لسه بنحط حاجات اسس، احنا عندنا اساسيات بس بنحط لسه تفاصيل تانية علشان نقدمها في اول سنه باذن الله.